السلام عليكم. هنكمل بقية محاضرات النماتود اللي احنا بدأناها قبل كده. افكر حضراتكم النماتود دي كانت عبارة عن ايه. دي كانت عبارة عن سلندر وورم، يعني دودة اسطوانية عندها بادي كافيتي من جوه، وكانت سيبرات سكس، عندي ميل وفيميل، واخدنا منهم الاسكرز والانكلوستوما والانتروبيس. النهاردة هنكمل الباقي. اول واحده فيهم اسمها تراكيورس، او الاسم العلمي بتاعها دلوقتي تراكوكيفاليك تراكيورا. زي ما حضراتكم شايفين الدوده دي عباره عن ايه. الدوده دي عباره عن حته رفيعه وحته تخينه، زي ما انتم شايفين الجزء اللي ورا ده تخين، تمام. فاللي شافها قال دي عامله شكل الكرباج، وهي فعلا شكل الكرباج. ده ايد الكرباج، وده الجزء اللي هو اللي بيبقى مطاط بتاع الكرباج، يعني عشان كده بيسموها الدودة الكرباجية، خلاص، اللي هي ويب ورم، تمام. واحدة من الجيهلماتيك انفكشن زي ما احنا قلنا في الاسكرس والانكلوستوم قبل كده، اللي هي محتاجة سايل عشان تكمل الديفلوبمنت بتاعها، تمام. موجودة وورلد وايد في الدنيا كلها، سبيشالي في الحتت الورم والهيومت زي الاماكن بتاعتنا، او زي الحتت اللي هي الحدرجة الحرارة بتاعتنا. شكلها ايه التراكيوريس دي؟ شكلها كالاتي. زمان كانوا فاكرين ان هو الحتة اللي هي الرفيعة دي هي التيل بتاعها، الديل بتاعها، فسموها تراك يعني شعراية او هير لايك. يورا او تراكيوريس دي اللي هي التيل بتاعها، على اعتبار ان التيل بتاعها هو الحتة الرفيعة دي اللي عامل زي الشعرة دي، تراكيوريس تراكيورا، تمام. لكن بعد شوية وهما بيعملوا الابحاث بتاعتهم لقوا ان الحتة الرفيعة دي راسها مش البوستيريو اند، فسموها ترايكو كيفاليك تراكيورا. كلمة ترايك يعني هير لايك، كيفاليك راس او هيد، تراكيورا زي الاسم القديم، فاحنا هي محتفظه بالاسمين تراكيورس تراكيورا او تراكوكيفاليك تراكيورس او تراكيورا. التراكيورس بتعمل ديزيز اسمه تراكورييزس، زي ما احنا قلنا اسكاريزس انكلوستومييزس وهكذا. هي سيبرات سكس، ادي عندي الفيميل وادي عندي الميل. الفيميل والميل بعرفهم من البوستير اند بتاعتهم، لو هي ستريت كده تبقى دي فيميل، لو هي كولد زي ده يبقى ده الميل، خلاص. طيب حدوتة ايه بقى حدوتة التراكيوريس تراكيورا دي؟ التراكيوريس تراكيورا دي ادلت بتعيش في اللارج انتستين اوف مان. عدوا بقى حضراتكم كده البارازايتس انهابيتنج اللارج انتستين، مين بيعيش في اللارج انتستين؟ احنا قلنا عندنا الانتروبياس فيرميكولاريس، وقلنا الشيستوزوما بنعتبرها مجازا في البلاد فيسلز of large intestine، ودلوقتي التالتة بتاعتنا التراكيوريس، وفي واحدة كمان في البروتوزوا هناخدها المرة الجاية. بعد ما بيحصل maturation الادلت ميل وفيميل، بتبتدي تلاقي الاج، تبيض البيضة بتاعتها. البيضة بتاعتها دي بتنزل مع الاستول، بيبقى اسمها unimpregnated egg. يعني ايه unimpregnated egg؟ يعني egg ما فيهاش امبريو، لسه ما تكونش جواها جنين. بعد كده الاج دي محتاجة تقعد بارت في السويل شوية كده في السويل، عشان احنا لسه قايلين ان دي واحدة من الجيوهلماتيك انفكشن، يعني واحدة من اللي هي محتاجة تربة عشان تكمل الديفلوبمنت بتاعها. تقعد شوية في التربة لحد ما يحصل لها ماتيوريشن، يتكون جواها امبريو، فنسميها امبريونيتد اج او ماتيور اج. Man is affected by eating improbably washed vegetables او food او contaminated hands containing الايج دي او الامبريونيتد ايج. بعد ما بياكلها دي بقى لا زي الاسكرس ولا زي الانكلوستوما ولا زي حاجه، دي بتدخل على طول من البق على الاستمك، ومن الاستمك على الانتستين، سمول انتستين لارج انتستين. تقعد هناك لحد ما الايج دي تفقس، يطلع منها اللارفا، واللارفا دي تبتدي تمولت تنسلخ عشان تديني الادلت ميل وفيميل. وبعدين بعد كده ترجع تاني الاك تنزل في الاستول عشان تتحول تبقى ان امبريونيتد، وبعدين تقعد في السويل شويه يحصل لها امبريونيشن او ماتيوريشن، تتحول لامبريونيتد اك،
وبعدين يرجع الإنسان تاني ياكلها. كويس. طيب السؤال الآتي، ايه هو الهابيتات بتاع الترايكيوريس؟ يعني ايه هابيتات؟ يعني المكان اللي هي بتعيش فيه. هي بتعيش فيه اللارج انتستين اوف مان. طب مين الفاينل هوست بتاعها؟ نرجع تاني نفكر بالديفينيشن بتاع الفاينل هوست. فاينل هوست ده الهوست اللي بيبقى فيه الادلت ستيجز وبيحصل فيه سيكشوال ماتوريشن. طب احنا الادلت هيت كانت موجوده عند الهيومن، يبقى الفاينل هوست هو الهيومن او المان. في ريزرفوار هوست. يعني ايه ريزرفوار هوست؟ ريزرفوار هوست يعني انيمال rather than man، حيوان تاني غير الهيومن بتحصل عنده نفس اللايف سايكل وعنده الادلت ستيج وبيحصل فيه سكشوال ريبرودكشن بس اكت از ا بوتنشال سورس اوف انفكشن، ممكن يعديني. هل انا عندي انيمال تاني؟ لا ما عنديش، يبقى مفيش ريزرفوار هوست. طب والانترميديت هوست عكس الفاينل، ده هوست بيحصل فيه اسكشوال ريبرودكشن وفي اماتيور ستيجز. طب انا عندي هوست تاني في اللايف سايكل دي؟ لا ما عنديش، يبقى مفيش ريزرف ومفيش انترميديت هوست. طيب ايه الدياجنوستيك ستيج؟ يعني ايه الدياجنوستيك ستيج؟ يعني الستيج اللي انا بشخص بيها انا عندي الاج، هي دي اللي بتطلع لي في الستول. طب ايه الانفكتيف ستيج؟ الامبريونيتد اج دي هي هي الطور المعدي. كلمه ستيج يعني طور، الطور المعدي. تمام. طب ايه المود اوف انفكشن؟ في فرق كبير بين الانفكتيف ستيج والمود اوف انفكشن. infective stage هي ال 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 الطور المعدي. stage يعني اقول دي egg، دي adult، دي cyst، ده مش عارفة ايه، دي stage هي اللي بتعدي. لكن mode of infection ده وسيلة العدوى. وسيلة العدوى يعني انا اخدت العدوى ازاي؟ اخدتها بskin penetration، اخدتها بinjection of wound، اخدتها بinhalation، دي حاجة ودي حاجة. mode of infection هنا eating improbably cooked or washed vegetables containing the imperionated egg أو handling with infected soil. كويس؟ طيب أنا إيه مشكلتي مع التراكيوريس دي؟ مشكلتي في الآتي، دي دودة قاعدة في اللارج انتستين بس. لأ دي مش قاعدة كده، ده الجزء الأنتيرور بتاعها الثين ده عامل زي إبرة الخيط، دي مدككة نفسها جوه الانتستين. يا خبر، هي اللارج انتستين دي كانت وظيفتها ايه؟ اللارج انتستين وظيفتها ان هي تكمل امتصاص المواد الغذائيه والميه اللي موجوده في الاكل وتكون لي ستول. حلو. الستول ده ناشف، ناشف قوي، ممكن يعور اللارج انتستين. علشان كده ربنا خلى اللارج انتستين مليانه حاجه اسمها جوبلت سيل. جوبلت سيلز دي الخلايا اللي هي المسؤوله عن ان هي تسكريت الميوكس، فبيخليها مبطنها من جوه اللارج انتستين كلها بلاير اوف ميوكس علشان تحمي الستول ده ان هو ما يعورهاش. كويس. طيب انا جيت دلوقتي خيطت، دخلت ابره كده وخيطت، عمال اخيط في اللارج انتستين، هيبقى الوضع ايه؟ تعورت، عورت حتت فبدات تنزف، تنزف شويه دم. وبعدين لا، الانتستين تقول للجوبلت سيل لو سمحتي انا عندي حتت متعوره الاستول هيعدي عليها، ما ينفعش كده. فالجوبلت سيل اعملي لي ميوكس كتير، غطي لي كل الحتت المتعوره دي. فتبتدي الجوبلت سيل تشتغل كتير قوي قوي قوي، فبقى عندي بلاد وبقى عندي ميوكس كتير جدا في اللارج انتستين، فما بقتش قادره تعمل الفانكشن اللي هي الابسوربشن. فبعدي كمان المية مع بقية الأكل مع البلد مع الميوكس، فالراجل ده يبقى عنده دايرية بس فيها بلد والميوكس، فيسموها ديزنتري. نيموريد بارازايت كوزينج ديزنتري. عندنا ترايكيوريس وعندنا الشيستوزوما. كويس. طيب وبعدين الديزنتري ده بيبقى معاه سترينينج. كويس. وعندي الميوكوزا كلها بتاعت اللارج انتستين تقيلة وحمرة انفلامد. الستريننج مع الانفلاميشن بتاع الميوكوزا ده يخليها لايبل ان هي تخرج بره الانال اوبننج، في حاجة بنسميها
كويس. يبقى سبب ريكتال برولابس ده ستريننج مع هيفي ادامه ميوكوزا، وما عنديش حاجه بتعمل ريكتال برولابس تاني غير التراكيورز. فلما يجي لك كيس فيها ريكتال برولابس تعرف ان دي تراكيورز، ده كي وورد عشان تحل بيها الكيس. ولما يجيني في الاختيارات اقول لك ريكتال برولابس از ا كومبليكيشن اوف، تقول لي تراكيورز. الراجل ده او الطفل ده بيبقى عنده بليدنج، والبليدنج ده بيعمل لي انيميا. طب احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان احنا عندنا انيوميريت بارازايتس كوزنج انيميا، اخدنا الشيستوزوما وقلنا ان الشيستوزوما في الانيميا، الانيميا في الشيستوزوما معلش بتبقى ايرون ديفيشنسي علشان البلاد لوس، وبتبقى بعد كده هيموليتك بعد ما يحصل هايبر سبلينيزم. واخدنا كمان انيميا في الانكلوستوما وقلنا ان دي ايرون ديفيشنسي انيميا. طب الانيميا شكلها ايه في التراكيوريس؟ الانيميا في التراكيوريس نوعين، نوع مايكروسيتك ايرون ديفيشنسي عشان بلاد لوس، ونوع ماكروسيتك عشان التوكسين بروديوسد بتاعت الورم. فانا بدل ما اقعد اقول لك ان الانيميا في التراكيوريس مايكروسيتك شويه وماكروسيتك شويه، اتفقنا مع بعض كده ان احنا هنسميها ترايكوكيفاليك انيميا. يبقى الانيميا بتاعت الترايكوكيفاليك تراكيورا دي عباره عن ميكس تو تايب، مايكروسيتك هايبوكروميك اللي هي ايرون ديفيشنسي، وماكروسيتك هايبركروميك اللي هي الميجالوبلاستيك انيميا. كويس. طيب ايه المشكله التانية اللي ممكن تحصل مع التراكيورز غير الديزنتري وريكتال برولابس والانيميا؟ ان حظك السيء بقى وحظ البيشنت ده السيء ان التراكيورز تيجي تقف في الابندكس. لو وقفت في الابندكس وخيطت فيها تعمل لي ابندكسايتس، انفلاميشن في الابندكس، ولو ربشرت تعمل لي بيريتونايتس. اديميريت بارازايت كوزنج ابندكسايتس، احنا قلنا التينيا سوليوم ميثاجيناتا، وقلنا انتروبيس، وقلنا الاسكاريس، وقلنا تراكيورس. اوكي تمام. ده شكل التراكيوريس اهيت وهي متعلقه، دي ميكوزا حمراء زي ما انتم شايفين ريد، شكلها صعب قوي من الانفلاميشن، وادي الورمز كلها متعلقه فيها. ده طبعا جاي لي الحاله الجايه دي بريكتال برولابس، ده انا شايفاها قدامي تمام، وادي ريكتال برولابس طالع كده شايفاه، ادي الريكتم طالع من الميكوزا وادي الورمز شابكه فيه. اشخص ازاي حاله تراكيوريس؟ هيستوري الاول وبعدين كلينيكال سيمتومز، اشوف الراجل ده جاي بيشتكي من ايه، وبعدين سبيسيفيك دايجنوزس ان انا الاقي الايج بتاعته في الاستوك. الايج بتاعه التراكيوريس شكلها بارل شيب، شكل الصينيه زي ما انتم شايفين كده، صينيه اوفل وعندها الايدين بتاعتها دي اللي هي احنا بنسميها توميوكويد بلاكس. ممكن لو انا بصيت بمنظار القولون اللي هو كولونوسكوبي اشوف الورمز دي موجوده، لو عملت باريم انما اشوف فيلنج ديفكت زي اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه الاسكرس. عالج ازاي حاله تراكيوريس؟ احنا متفقين ان حالات النماتود كلها هعالجها بالبندازول وميبندازول، ولو في سبيشال تريتمنت اخلي بالي منه. سبيشال تريتمنت كان معايا في الانتروبيس ان انا بعالج كل الفاميلي ممبرز مع بعض، وبدي العلاج بعدها باسبوعين مره تانية بكرره، وبابلاي الوايت اوكسايد اوف ميركوري بيرينال. وفي الاسكاريس كنت لازم ادي لو معاها ميكسد انفكشن اعالج الاسكاريس الاول، في الانكلوستوما كنت بدي ايرن. طب في التراكيوريس هما هما الالبندازول والميبندازول بس، وايرن للانيميا بس، لازم ادي ريبيتد كورسز مي بي نيدد لان دي ورم متعلقه جوه الميكوزا، فلازم ادي اكتر من دوز علشان ارجع بعد كده اتاكد ان هي كل الورم ماتت. اوكي طيب اعمل لها هيلث education، لازم اعرف الناس ان في دوده اسمها تراكيوريس وبتتنقل ازاي، وان هما لازم يغسلوا الخضار كويس ويغسلوا ايديهم كويس بعد كونتاكت مع انفكتد سويل، وما يسيبش الاطفال الصغيرين يلعبوا في السويل، ولازم اعمل بروبر هاند واشينج، سانيتري ديسبوزل للهيومن اكسكريتا، ما سيبش ميه الصرف فاتحه كده على ميه الري عشان ما وصلش الايج
للسويل عشان تكمل ال development بتاعها أو life cycle بتاعتها. ال night soil السماد العضوي ما ينفعش استخدمه غير لازم اعالجه الاول بكيميكالز عشان اموت فيه اي parasites او اي organisms موجودة. proper washing لل vegetables. الدودة التانية اسمها كابيلاريا فيليبينينسيس بتعمل ديز اسمه كابيلاريسيس. ايه حدوتة الكابيلاريا؟ انا من اسمها كده بقول فيليبينينسيس. فيليبينينسيس ده معناها ان هي جاية لنا من الفلبين. ايه حدوتها؟ ثلاثة هفده. ايه دول؟ دول الطيور المهاجرة migrating fish eating birds. الطيور المهاجرة بتاكل سمك بالمنقار الطويل بتاعها ده، بتمده كده في المية في اللاكس دي وبعدين تاخد السمك. السمك لو هو infected بيبتدي ينقل لها العدوى خلاص. وبعدين الطيور دي جت من الفلبين لعندنا في أوقات الشتاء اللي الجو عندنا بيبقى كويس، فهي بتيجي تحب الجو بتاعنا اللي هو الدافي، وبدأت تعمل ديفيكيشن في المية وهي بتاكل، فنقلت لنا العدوى عندنا. وأول حالة ظهرت في الكابلاريا في مصر كانت سنة 1993 تقريبا. ايه بقى ايه حدوتة الكابلاريا؟ الكابلاريا دي نيماتود. نيماتود يعني ايه؟ يعني سلندر وورم زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم، عبارة عن ميل وفيميل. ادي الميل اهوت وادي الفيميل سلندر وورم. طيب وبعدين الموضوع كبير جدا في الكابيلاريا. الكابيلاريا دي دودة بتعيش في السمول انتستين اوف مان. حلو حلو بس لا، والمايجريتنج فيش ايدنج بيرس انا لسه قايله دلوقتي خلاص كويس. نفس اللايف سايكل اللي هتحصل عند الهيومن هتحصل عند المايجريتنج فيش ايدنج بيرس. ايه اللي هيحصل لما بيحصل فيرتلايزيشن بين الميل والفيميل؟ بتبتدي تلاقي اك سواء عند الهيومن او عند البيرس. لو انا عند الهيومن ادي الاك وصلت محتاجه ميه عشان يحصل لها ديفلوبمنت. فريش ووتر، فريش ووتر اللي هي ميه البحيرات والترع بتاعتنا. الاك بتنزل سواء من عند الهيومن او من عند البيرس اللي هو الخط الاحمر ده، بتبقى ان امبريونيتد لسه ما فيهاش امبريو، بتقعد شويه في الميه لحد ما يحصل لها امبريونيشن. كويس كويس. السمك موجود في المية. أي سمك؟ لا، small fresh water fish. يعني إيه؟ سمك صغير موجود في الفريش ووتر. إحنا بنسميه أو الصيادين بيسموه البسارية، لأن ده سمك صغير بيبقى eating raw، يعني eating as a whole، يعني بيتاكل السمكة كلها بالانتستين بتاعتها. مشكلة السمك ده كمان ان هو بيتشوي، فلما بيتشوي ما بيتقلبش كويس لان هو حجمه صغير. كويس. ايا كان السمكة اخدت الامبريونيتد ايج دي، جوه السمكة بيبتدي تتحول الايج لانفكتد لارفا، يرقة انفكتف خلاص ماشي. الطيور بتاكل السمك ني من البحر. الهيومن هياكل امبروبابلي cooked fish، grilled مشوي في الانفكتيف لارفا. حلو حلو. بعد ما ياخد اللارفا دي وياكلها تبتدي تدخل جوه الانتستين استمك. السمك ده هيدخل جوه الاستمك وبعدين هيدخل جوه الانتستين. الانتستين اللارفا دي تبتدي تبقى ادلت، وبعدين الادلت تبتدي تلاقي اج، والاج تنزل في الميه وبعدين تبقى ان امبريونيتد، وبعدين يحصل لها امبريونيشن تبقى امبريونيتد، وبعدين تتحول لانفكتيف فيلاريفورم لارفا جوه الفش، وبعد كده الهيومن ياكل الفش تاني في الانفكتيف فيلاريفورم لارفا، وهكذا. السايكل دي حصلت بره جسم الانسان جزء منها، بس الموضوع ما بيقفش على كده. الكابيلاريا عندها قدره رهيبه رهيبه ان هي تنقسم جوه جسم الانسان. ازاي؟ الانفكتيف فيلاريفورم لارفا دي بتدي ادلت. حلو. الادلت بقى تروح تبيض جوه جسم الانسان تديني انفكتيف فيلاريفورم لارفا. الله، هو احنا مش قلنا ان الادلت دي بتدي اج عشان تنزل في الاسطول؟ ما هي الادلت دي
ممكن تلاقي ايج عشان تكمل لايف سايكل بره، وممكن تلاقي لارفا عشان تكمل لايف سايكل تانية جوه الهيومن. وبعدين ادي انفكتيف فيلاريفورم لارفا. هو الانفكتيف فيلاريفورم لارفا وانا لما كنت باكلها في السمك كانت بتديني ايه في الاخر؟ كانت بتديني ادلت. فالانفكتيف فيلاريفورم لارفا ترجع تنسلخ وتديني ادلت جوه الانتستين، والادلت تلاقي تاني لارفا واللارفا تديني ادلت. في سايكل جوه الهيومن؟ اه في سايكل جوه الهيومن، يعني هو عدى نفسه بنفسه بس جوه. ايوه نسميها internal auto infection، عدوى ذاتية داخلية. كويس جي ما سمعناهاش قبل كده. فال internal auto infection ده characterized قوي للكابيلاري. طيب كويس، انا ايه بقى مشكلتي مع الكابيلاريا دي؟ مشكلتي فالاتي، الدودة دي بتبيض او يعني العايشة فين؟ عايشة جوه الوول بتاع السمول انتستين، مش عايشة في اليوم زي الاسكرس ولا الانكلوستوم، عايشة جوه الوول. طيب بس الايج بتاعتها دي دلوقتي عايزة تنزل تعدي لليومن جوه عشان توصل للستول. طب وبعدين؟ بتبيض في الوول والايج تطلع بره، يعني هي خرمت الوول، الايج خرمته عشان توصل لليومن. اه طب وبعدين؟ وبعدين اللارفا دي برضو عايزه تبقى ادلت جوه الوول، فبتخرج الوول عشان تبقى ادلت، وبعدين عايزه تبقى لارفا، فاللارفا لما بتدي اللارفا دي، اللارفا عايزه ترجع تاني لليومن، فتروح خرمة تاني لليومن. الله، هما فاتحين الانتستين شارع؟ اه فاتحين الانتستين، عاملين زي الشارع، داخلين طالعين داخلين طالعين، من الوول لليومن ومن اليومن للوول وهكذا. طب وايه المشكلة؟ لا في مشكلة، عشان الانتستين دي بقى انا جوه السمول انتستين، ده انا مش هكمل عملية الابسوربشن زي التراكيوريس، ده انا هبتدي الابسوربشن كله. يعني انا عايزه ابسورب ميه وبروتين والكترولايتس زي ايه؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، كل ده مش عارف اعمله ابسوربشن، ده انا مكسره الانتستين. كويس، يعني زي الميه بسكر بالظبط، لازم الجسم يبقى في وسط متعادل، ايكوليبريم. يعني ايه ايكوليبريم؟ يعني انا بمتص صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم بنسبه معينه ارجعهم من الانتستين للدم، وبالتالي بمتص معاهم نسبه ميه اعادلهم. يعني انا عايزه اعمل كوبايه ميه بسكر، هحط معلقتين سكر، يبقى لازم احط عليها كوبايه ميه. لو حطيت المعلقتين سكر دول على ربع كوبايه ميه هتبقى مسكره قوي، لازم ازود الميه. حطيت المعلقتين سكر دول على دورق مية هيبقى طعمها وحش، لازم ازود السكر. تخيلوا ان السكر ده هو الالكترولايتس والالبيومين، بمعنى ان الجسم مش قادر يمتص السكر، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والالبيومين مش قادر يمتصهم، رابطهم بره في الانتستين، لازم اديهم المية كمان عشان يفضل الوسط جوه الجسم ثابت. طب وبعدين الراجل ده يجي يشتكي لي من ايه؟ من مال ابسوربشن لكل حاجه، فات وبروتين والالبيومين والشوجرز والالكترولايتس. يا خبر، والالكترولايتس دي مهمه. اه اهم حاجه عندي البوتاسيوم ده، عشان البوتاسيوم ده القلب عاوزه، عشان الكاردياك ماسل بتكونتراكت عايزه بوتاسيوم. وبعدين فالعيان ده يجي يشتكيني ان هو عنده ابدومينال بيت، بطنه بتوجعه، ودياريه كرونيك 3 ل 6 شهور مثلا، وفوميتنج ولوس اوف ويت واديما، مورم ليه؟ عشان القلب من ناقص. طب والعيان ده يجي يموت من ايه؟
يموت من electrolyte imbalance، القلب مش قادر يستحمل قلة البوتاسيوم. يموت من الكرونيك دايريا، المية اتصفت منه من جسمه. يموت كمان من الانفكشن، لأن الانتستين فتح على الشارع، فزي ما كله بينزل في الشارع ممكن أي حاجة جوه الانتستين أنا كلتها تدخل، حاجة مش نظيفة أو ملوثة أو بكتيريا تعدي على البلد وتموته. تمام؟ أشخص إزاي حالة كابيلاريا؟ أشخصها كالآتي: بالهيستوري، حضرتك كلت إيه؟ بتاكل إيه؟ خصوصا الناس اللي عندها حبت إن هما ياكلوا جاي من الفلبين، كل حاجة improbably cooked، الحاجات دي مهمة أوي. وبعدين كلينيكال، أبص على العيان وأشوفه مورم وأشوف الإي سي جي بتاعه والحاجات دي كلها. وبعدين لابوراتوري، لابوراتوري المفروض إن أنا كل البارازايتس اللي قبل كده كنت بقولك هلاقي الإيج، ما عدا الإنتروبيوس قلتلك الإيج هلاقيها في البري إينر ريجون بسواب، ممكن ألاقي الأدلت في الستول. الكابيلاريا بقى لما بكسر الإنتستين كلها، كل الستيجز بتبقى موجودة في الستول، يعني بلاقي الإيج ولاقي اللارفا ولاقي الأدلت، كلهم diagnostic stages. تمام؟ طيب، وطبعا لما أعمل سيرم صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وألبومين هلاقيهم بايظين واقعين خالص كله. أعالج إزاي حالة كابيلاريا؟ إحنا اتفقنا إن دي نيماتود، فأنا هديله ألبندازول وميبندازول، بس أنا كنت هدي الألبندازول صغيرة شوية، لا أنا هديهم مدة أطول 21 يوم تقريبا علشان أزود عشان الدمج اللي موجود وعشان الأوتو إنفكشن كمان. بس منساش حاجة مهمة جدا جدا، إن أنا عندي مشكلة في الإلكترولايتس والكالسيوم والألبومين، فلازم أعمل لها كوركشن الأول وبعدين أدي الألبندازول والميبندازول. تعالوا راجع كده كل الجدال اللي إحنا خدناها، كنت بقول ألبندازول وميبندازول الأول، بس معلش ادي في الانتروبيس وايت اوكسيد اوف ميركوري وتريتمنت اوف ذا فاميلي ممبرز مع بعض، الانكلوستوم البندازول وميبندازول، وما تنساش تدي ايرن عشان الانيميا. لكن الكابيلاريا لا، انا قلت الاول كوركشن الالكترولايتس الاول وبعد كده الالبندازول وميبندازول، لان دي لايف سيفنج، انا لازم احافظ على حياه العيان الاول وبعد كده ابقى اديله التريتمنت. كويس؟ ازاي؟ طبعا الطيور المهاجرة انا مش هقدر اسيطر عليها ولا هقدر امنع ان هي تطير في الغلاف الجوي بتاعي، لكن انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اعمل health education للناس واقول لهم ان في بارازايت اسمه كابيلاريا، لان معظم الناس ما تسمعش عنه وبيتنقل ازاي، وبعدين اعمل treatment للكيسز كويس، واعمل sanitary disposal للhuman excrete عشان امنع الايج ان هي توصل للميه، لان الايج محتاجه ميه، فلو انا منعت الحته دي يبقى الايج مش هتكمل لايف سايكل بتاعتها. ولازم اقول لهم يا جماعه لو سمحتوا السمك مش بيتاكل فريش، لازم يبقى probably washed او avoid